بوز اول مره تتحصل على مستوصف لانه العقرب يعني دايره تير فيها في عربوز هنا. للاسف الشديد يبقى 4 سنوات ما يتنجزش شبه حتى انه تحول الى وكر. اصبح وكر يقلق في كل الجيران. جاتنا من المقاول اللي كان يخدم في العياده هذه تلقى صعوبات كبيره. على واش تلقى صعوبات هذه؟ سرح للمقاول قال باللي راها الباركينج تاع المستشفى قال يبني لي فيه دار. حتى في البلون اللي دار في العهده نتاعو يقول باللي باركينج.